إن شاء الله نحكم لك بعد 5 أيام. الله أعزائي المستمعين بإمكانكم الاتصال على 02. أسراء دير بالك على حالك، الله يرضى عليك ويهونها عليك أنت وجميع الناجي ويهونها عليكم ويجمعنا فيكم على الرسائل. طبعا تتنوع بين أم أسير، بين زوجة أسير، بين بيبي بس بسمعه مش عارف يحكي، بس إنه صوت أو عياط أو ضحك، حتى كلام مش مفهوم، بس الأهالي بيحاولوا يوصلوا الرسالة للأسير كونه إنه مشتاق يسمع صوت الولد. حتى الرسائل يعني بتنبعت بس ما في ثقة إنه رح توصل ولا لا، فدايما بتنختم الرسائل أو معظمها إنه إن شاء الله بتسمعونا. يعني برضو الأهالي مش عارفين كمان أولادهم بأي سجن، ولا عارفين إذا رح توصل الرسالة ولا لا. هناك عدد من الأسرى يخرجون من سجون الاحتلال ويبلغون أن هناك جهاز في إحدى الزنازين في إحدى السجون، وهذا الجهاز لم تصل له سلطات الاحتلال. هؤلاء ينقلون الرسالة من إلى حتى تصل الرسالة إلى صاحب العلاقة، بحيث أنه يتم الاستماع من خلال شخص واحد داخل هذا المعتقل ويتم إيصال الرسالة إلى الشخص المعني.